أوفيا ألقى به كل الصفا ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفيا وأعيش بين. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلة. مرحبا، حياكم الله ورحمة. حياك وبياك. الحمد لله على سلامتكم، رحلات موفقة ودعوات مباركة إن شاء الله. تقبل منا ومنكم دائما إن شاء الله. بارك الله فيك. هل هذه الدعوات بتعتمد بالدرجة الأولى على الكلمة وكيفية مخاطبة الآخر؟ الكلمة هي أساس سعادة المجتمعات وبؤس المجتمعات. تبنى سعادة المجتمع وبؤس المجتمع على طيب الكلمة وعلى خبث الكلمة، بها تبنى بيوت ومجتمعات وبها تهدم دول. ولهذا ربما يعني تكمن توصية الله تبارك وتعالى لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وادعو إلى سبيل ربك الحكمة لن ندعو إلا وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بليغة. قول البليغ ده مهم جدا، ليس قولا فقط. لا لا لا، قول بليغ يصل من اللسان إلى القلوب. الكلمة عليها معول كبير فضيلة الشيخ. الكلمة هي كلمة تكوينية وكلمة تشريعية من الله سبحانه وتعالى، فيها كلام كبير. ويكفي أن 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 يعني أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن كلمات الله. يعني لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه الكلمة. وكلم الله موسى تكليما، كلمة أيضا. كلمة سورة إبراهيم التي صدرت أنت بها الحلقة كلمة طيبة كشجرة طيبة أيضا كلمة، وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا دور الكلمة. دور بالكلمة تفتح القلوب، وبالكلمة يدخل الكافر في الإسلام ويخرج المسلم من دينه. بكلمة. 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 تطلق المرأة بكلمة، ويتزوج الرجل بكلمة، وتصل هناك محارم ومحارم مؤقتة ومحارم مؤبدة، كل هذا تحت عنوان الكلمة. الكلمة لها شأن عظيم. الكلمة من أخطر ما وجد في المجتمعات منذ أن خلق الله آدم. سبحان الله. إذن ما رأي فضلاتكم في أن يكون موضوعنا لهذه الحلقة الكلمة؟ الكلمة، توكل على الله، تكلم معنا. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مع الكلمة ما لها وما عليها، هذا موضوع حديثنا في حلقة اليوم من برنامج هذا ديننا. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. ولأهمية هذه الكلمة في حياتنا وصى شاعرنا القديم ابنه قائلا: لا تقولن إذا ما لم ترد أن تتم الوعد في شيء نعم، حسن قول نعم من بعد لا، وقبيح قول لا بعد نعم. إن لا بعد نعم فاحشة، فبلا فابدأ إذا خفت الندم، فإذا قلت نعم فاصبر لها بنجاح القول إن الخلف ذم، واعلم أن الذم نقص للفتى، ومن لا يتقي الذم يذم. مرحبا بحضرتكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. أهلا وسهلا. يعني وربما يكون سؤالي بسيط أو ساذج، ولكن يطيب لي أن أسأله. تفضل. هل للكلمة دور مهم وكبير في حياة الناس؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. عليه الصلاة والسلام. جعل الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا مرحلة بين خمسة مراحل. الحياة الدنيا؟ الحياة الدنيا هي مرحلة. نعم. من ضمن مراحل خمسة يمر الإنسان بها. نعم. مرحلتان قبل الدنيا ومرحلتان بعد الدنيا. المرحلة الأولى قبل الدنيا. قبل الدنيا عالم الذر. يوم ألست بربكم قال الجميع بلى. نعم. وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم جاء الإنسان في عالم الأرحام. نعم. ثم جاء جنينا ثم صار بشرا سويا بعد أن نزل بعد مرور عدة أشهر في بطن أمه ليصير إنسان في هذه الدنيا.
نعم. وهي مرحلة. والدنيا بالنسبة للمؤمن مزرعة يغرس ليجني. نعم. ثم تأتي مرحلة البرزخ ومرحلة مؤقتة والحاجز الزماني بين الدنيا والآخرة عالم القبور بعد نعم. الموت. طيب. وبعدين تأتي المرحلة الأساسية التي ينساها الناس هي الآخرة. إما جنة أو نار. طيب. بالكلمة يدخل الإنسان الجنة وبالكلمة يدخل الإنسان النار في المحصلة النهائية. المحصلة النهائية بعد هذه يعني ربما يتكلم العبد بالكلمة بلغت من رضا الله عز وجل أو من رضوان الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم أنها أدخلته الجنة. وربما يتكلم العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا بلغت من سخط الله عز وجل أنه يعني سقط بها في قعر جهنم والعياذ بالله أو يعني 70 خريفا والعياذ بالله رب العالمين. هذا 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 يعني منطق ومفهوم ووضع الكلمة في المفهوم الإسلامي. إذا تساؤلي ليس بسيطا. لا هو تساؤل كبير يعني. لأن يعني سبحان الله انظر إلى إن جاءكم فاسق بنبأ. نعم. يأتي بماذا؟ بكلمة مخترعة، بكلمة مفتراة. سليم. حديث الإفك كلمات. نعم. ماذا صنع به؟ ما نجت منه وما نجا منه. حصد حدثت فتنة غريبة الشكل نزل فيها قرآن يطلع إلى يوم الدين. حتى الصحابة وصل بهم الأمر أن تهز الصحابة. نعم. سبحان الله لولا أن نزلت البراءة من فوق 7 سماوات ال- 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 بالكلمة تستطيع يعني سبحانه كما قلنا أن إنسانا ما عرف النور طريقه إلى قلبه نور الإيمان. نعم. وسادر في غيه منكر لوجود الله أو غيره أو غيره فأراد أن يدخل الإسلام. كيف نعلم نحن أنه دخل الإسلام؟ بكلمة التوحيد. كلمة التوحيد ها. هذه كلمة صحيح سبحان والعياذ بالله رب العالمين عندما يخرج الإنسان ويرتد عن دين الله عز وجل والعياذ بالله كلمة بها تبنى الأسرة وبها تهدم الأسرة. ولكن في أوقات المزاح وأوقات الضحك وأوقات السخرية وأوقات اللهو يعني ليس هنالك معول كبير. لا في مقياس للمسلم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى في أوقات الضحك ولا ما يلفظ من قول لم يستثني. هذا هو نص كتاب الله ونعم بالله. آه. يعني نحن عندنا كلام حلال وكلام حرام وكلام مباح. إذا أكثر الإنسان من المباح دخل في الشبهات. الله لماذا نهى رب العباد سبحانه وتعالى أو مدح طائفة من عباده بأنهم عن اللغو معرضون. وصف المؤمنون هكذا. وصف الذين هم هكذا. عن اللغو معرضون. لماذا؟ لأننا إذا دخلت في مرحلة اللغو القضية ليست في اللغو ذاته. ما هو اللغو أولا؟ اللغو الكلام فيما لا يفيد. هذا اللغو. هذا هو اللغو. نعم. يعني مثلا أزورك في بيتك. هذه منضدة جميلة. من أين اشتريتها يا محمد ابني؟ مثلا. هذا لغو. اولا لماذا هو لغو؟ لماذا هو لغو؟ لاني لن اشتري مثله. لا اريد. ليست عندي راب. ربما ليس عندي مكان في البيت لان اشتري مثله. هذا لغو. طيب. سبحان الله. تقول لي هي من المكان الفلاني. بكم؟ بكم؟ فربما تحرج انت. ربما اشتريتها بثمن غالي. ربما بثمن بخس. ربما يعني جاءت اليك هديه. هكذا. يعني نعم. لا تريد ان تدخل اصلا. فأقول لك هذه أسئلة بسيطة. نعم. ندخل في المحاذير. ولكن هذا المحل أصحاب لصوص دخلت. أيوة. بالغيبة. هؤلاء يضحكون على الناس. هذه بضاعة غير طيبة. دخلت في فلماذا؟ يعني البعض يفهم مثلا على سبيل هذا المثال الذي تفضلتم به الآن إذا دخلت بيت أحدهم ولم أبدي إعجاب الشديد بالأثاث الفاخر ربما يغضب. لا إبداء الإعجاب شيء والدخول في اللغو والتفاصيل شيء آخر. لأن احنا للأسف لعدم تقديرنا لقيمة الكلمة كلامنا كثير. والمفروض العكس. المفروض العكس. قالت عائشة كنا نعد لأبي. نعم. في اليوم بضع كلمات. الله أكبر. من كلام الدنيا بضع كلمات. يقال أنه كان حاطط زي زلطة أو حاجة تحت لسانه. فعندما يريد أحد أن يكلمه يخرجها أولا. إلى أن يخرجها يفكر. يا سلام. لأننا قلنا مرارا إن لسان العاقل خلف عقله. ولسان الجاهل أمام عقله. صحيح. فالعقل يفكر.
وقال يا بصري كلامك قليل. الحسن البصري. الحسن البصري أنا كلامك قليل بسيط. قال أنا أزن الكلمة قبل أن أقولها، فإن وجدتها سوف ستوضع لي في ميزان حسناتي قلتها، وإن وجدت سوف توضع لي في ميزان سيئات لم أقولها، فوجدت أن جل كلامي سيوضع لي في ميزان السيئات فتروني ساكتا. الله أكبر. ولما دخل عمر على أبي بكر وجده ممسكا لسانه قال ماذا تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال يا عمر هذا هو الذي أوردني موارد التهلكة. إذن الكلمة، دور الكلمة. ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابه أمسك عليك هذا. بس طبعا. أو مؤاخذون على ما نقول يا رسول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على مناخرهم وفي رواية على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ سلم يا رب. سبحان الله. ولذلك قال حكيم العربي لا تنطقن بأي شيء فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. البلاء موكل بالمنطق. فالإنسان يحتاط للكلمة. ولذلك قال حكماؤنا أنفق ما بين كفيك وأمسك ما بين فكيك. الله. أنفق ما بين كفيك، كن كريما وأمسك ما بين فكيك، لأن جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. صح. حتى يقال أن 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 لما رأى ثورا يخرج في 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 من ثقب إبرة ثم يريد أن يعود فسأل ما هذا؟ هذا الرجل أو المرأة يتكلم بالكلمة، الرمز يعني في مسألة الرمز، يتكلم يعني تخرج هكذا يريد أن يرجعها. خلاص. قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما كلامك من قول إذا قيل. هتقول إيه الرد؟ الكلمة إذا حبستها ملكتها، وإذا أطلقتها ملكتني. بالكلمة. بالكلمة. نحن نقول ونقول معذرة سامحني متأسف لا أقصد. أولا في المنظور الآخر هذا شيء جميل أن نقول هذا، ولكن في المنظور الآخر ما ربينا على دين حقيقي. هذا ينافي تعليم الدين أيضا. لأن إحنا لم نتربى أساسا على الدين، فبالتالي مسألة السماح ربما أقول كلمة تكون كبيرة الحجم. حكم قاسي عدم تربيتنا على الدين فضيلة الشيخ، هذا الواقع كما ترى فضيلتكم؟ طبعا. سلم يا رب. وإلا ما كان يعني ما كان هذا وضع الأمة. ما كان وضع الأمة. إحنا عاداتنا وتقاليدنا تسبق تعاليم ديننا عندنا. إلا من رحم ربي. كيف؟ يعني يقول لا والله ده العائلة عندنا تقول كذا، العيلة تقول كذا، بلدنا تقول كذا، عيد لأن ده سبحان الله. تقول طب حرام، أنا يعني بقول لك العائلة لا إذا فهم. مقدمة. وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وأن ترشد غزية أرشدي. هو يعني عبد القبيلة ابن القبيلة. جنسيات والأعراق وكده. نعم. مشكلة. فالكلمة وقيمتها أن المسلم لو يقدرها يعني كان الحكيم العربي يقول لحقت بأقوام كانوا على كلماتهم في نطقها أحرص منكم على دنانيركم. يعني الكلمات عنده يخرجها بحرص أكثر من أنتوا تخرجوا الدنانير تحسبوها. فهو يحسب الكلمة هي راحة فين؟ أين توضع؟ فالكلمة لها مكانها. نعم. طيب. يعني القرآن الكريم قسم الكلمة إلى نوعين، كلمة طيبة وكلمة خبيثة. طبعا. هذه لها ما لها وتلك عليها ما عليه. وبما أن الكلمة باللسان واللسان من ضمن مخلوقات الله تبارك وتعالى للإنسان، وللإنسان رزق عند الله سبحانه وتعالى، هل هذه الكلمة طيبة كانت أو خبيثة من الرزق؟ الرزق رزقان، رزق إيجابي ورزق سلبي. هذا على العموم. على العموم. نعم. نعم. رزق سلب، رزق إيجابي ورزق سلبي. نعم. رزق إيجابي يدخل إليك مال. طيب. ترزق بمولود. نعم. هذا رزق. ترزق ببيت جديد، بسيارة، بشيء من هذا. هذا رزق إيجابي. رزق سلبي. تمنع عنك مصيبة ما. يمنع عنك مرض ما. هذا رزق غير مرئي. طيب. الكلمة. ولا نحس به. المؤمن يشعر به، المؤمن يستشعره. لماذا عندما أرى مبتلى أقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه؟ لماذا؟ لأن أنا أتيت ما لم يؤتى. هو سلب نعمة كذا وأنا أعطيت. سبحان الله العظيم. وأنا أعطيت سبحان الله العظيم. الكلمة من ضمن الرزق، لأن الله قسم أخلاقكم
كما قسم أرزاقكم. والكلمة تخص جزء في مسألة الخلق، في مسألة الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. نعم. بمعنى الله عز وجل جعل الجوارح كأنها عمال تعمل عند القلب. القلب هو السلطان. نعم. وبناء على ما في القلب من خير الجوارح تتحرك. الأذن والعين والأنف واليد والقدم كل. وعلى ما في القلب من شر الجوارح أيضا تتحرك. فنأتي لنضرب أمثلة. تفضل. قلنا من قبل إن القلب آنية. صحيح. واللسان مغرفة. تمام. طيب. القلب مليء بالخير، بالخشية من الله، بالخوف من الله، بمحبة الخير للناس، بذكر الله، بالتوكل، باليقين، بالإخلاص، بالمحبة الإلهية، بحب القرآن، بحب مجالس العلم، بسورة الأرحام. القلب مليء بهذا الخير. فعندما يتكلم اللسان بالله عليك يتكلم ماذا؟ يقول يا أخي والله يا أخي ما أجمل صلاة الرحم، ما أجمل حضور مجالس العلم، كلام طيب، ما أحلى هو لأن هذا الموجود الله يرضى عنه. هذا من إيه يعني؟ يعني على وجهه يظهر ما في داخله. طيب صحيح. كل إناء بالذي فيه ينضح. الثاني والعياذ بالله في خبث ودهاء ولف ودوران ومكر. سلم يا رب. سبحان الله. سلم يا رب. عندما يتكلم هو غير متوازن. لأن أنت عندك ثلاثة أنواع من الناس. واحد متوازن توازن طبيعي، واحد توازن متوازن توازن ظاهري، واحد غير متوازن. بمعنى المؤمن متوازن توازنا طبيعيا حقيقيا، لأن ما في داخله هو ما في خارجه، ظاهريا وباطنيا هو مؤمن أن الله واحد وأن أو المفروض أن يكون هكذا صراحة. في المتوازن توازن ظاهري والعياذ بالله الكافر، لأن ما في داخله خارجه أقدر. المصيبة في الثالث الغير متوازن اللي هو المنافق، ما في داخله غير ما في خارجه، هذا أخطر، ده مصيب، لأنه هو مقتنع بشيء في الداخل وأعماله تقول غير ذلك، يبطن ما لا يظهر أو يظهر ما لا يبطن. فأنت في مسألة الرزق، الكلمة الطيبة رزق. ولذلك لما الإنسان سبحان الله العظيم هارون الرشيد لما صب عليه الغلام وجرح صدره، انظر إلى الكلمة بما أوصلت الولد الغلام إلى أن حرر. حرر بماذا؟ بالكلمة. سيدي والكاظمين الغيظ. نود القصة فضيلة الشيخ. لما وقع إبريق النحاس على يد هارون ويصب له فسال منه الدم، فغضب هارون قال أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ. قال هارون كظمت غيظ. قال والعافين عن الناس طماع. قال عفوت عنك. قال والله يحب المحسنين. قال أنت حر لوجه الله. حتى يقول من موقف كان حق فيه الجزاء والعقاب. ولذلك ابنه الأمين كان يقول حب إلي العفو حتى خشيت ألا أؤجر عليه. الله صار ملكة. صار ملكة. فخايف أن دي من ملكته هو مش يعني لا يصنع فيها مجهود. ما عندوش مجهود فيها. نعم. يعني هي الملكة هكذا. يعني ابن مسعود وهو صغير مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهو لا يعرفهما. هو راعي غنم. في بطعمة. قال يا غلام اسقنا من اللي. قال انا ليس هذا القطيع ملكا لي، انما ملك لسيدي انا راعي فيه. فقال صلى الله عليه وسلم اما عندك من شاة عجفاء يعني ضرعها ما في ليس فيه لبن. قال هذا كثير ائتني بواحدة. فجاء فسمى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام امتلأ الضرع باللبن فحلب وسقى ابا بكر وسقى ابن مسعود ثم شرب ثم وضع يده على الضرع وقال اقلص قلص الضرع رجع الى حالته الاولى. تمام. فقال ابن مسعود علمني عماه شيء طيب الضرع ما فيه علمني اكيد فيها شيء يعني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انك فتى معلم وصدقت فيه نبوءة رسول الله مسعود بعد ذلك يعني. يا الله. هذه كلمة قبل البعثة. قبل البعثة. لا لا في بعد البعثة. بعد البعثة. الإنسان لما تجد مثلا الصحابة رضوان الله عليهم وقد رزقوا الكلام الطيب. رزقوا الكلام الطيب. سعد رضي الله عنه. إذن هي فطرة فضيلة الشيخ. هي ملكات والملكات تنمى.
لابد من تنميتها. نعم. لابد من التزكية. يعني الله عز وجل خلقنا جميعا على الفطرة. كلنا بما فينا الكافر. كلنا يتكلم كلاما طيبا في أصل الخلقة. من الواجب. نعم. خلق الإنسان على الفطرة. نعم. المولود يولد على الفطرة وأباه أبواه. وهودنا ويمجسنا. هم اللي دخلوا خلاص تمام بالتأسيس. نعم. فهو لما يبلغ الحلم ويبتدي يفيق يبتدي النجم يراجع حساباته ويتوقف ويتساءل. سبحان الله. يعني الأعرابي القح لما أسلم قال تعالى لما أسلمت؟ عربي لم يقرأ ولم يكتب ولم يدخل الجامعة. قال ما قال لي محمد افعل وقال قلبي لا تفعل، وما قال محمد لي لا تفعل وقال قلبي افعل. يبقى فطرته ايه؟ جميل. لم يطمسها. خلي بالك، هو انت شايف الانحرافات اللي في المجتمع دي من ايه؟ زكاها. وقال الله يرضى عليك. التاني طمس الفطرة. ايوة. قد افلح من زكاها وقد خاب من دسا. خاب من دسا ايه؟ راح ماشي ورا الشيطان، خطوات الشيطان، خطوة خطوة خطوة، وجد نفسه خلاص. سبحان الله. الصحابة رزقوا هذا الخلق الحسن، ها، فرزقوا الكلام الطيب. يعني معذرة لا يتذرع أحد بأن يقول أنا أصل خلقتي هكذا. لا لا لا, لا. أنا لساني هكذا. لا لا, لا. لساني زالف، لساني صليب. لا، لأنه هو سبحان الله هو مخير فيما سوف يحاسب عليه. بعدين لسان يقول وقلب أبيض، أنت عارف أن قلب أبيض يعني. لا لا لا، قلبه الأبيض هذا لو كان أبيض لما رأينا من لسانه إلا الخير. مش إحنا متفقين لسه أنه آنيا ولسان مغرفة؟ نقول لا لا، قلبك أنت تنضح مما فيك بوضوح. لازم نشخص الداء. الله أكبر. ونوقفه عند، لازم نرفع على الراية الحمراء. قد توقف. صحيح. لأن الله عز وجل إذا من على عبد رزقه القلب الحافظ واللسان اللافظ. قلب حافظ يحفظ الله عز وجل، يحفظ كتاب الله، يحفظ الأوامر والنواهي، يحفظ الصواب والخطأ، يحفظ الحلال والحرام. فاللسان يتحرك بما في القلب. فلما ربنا يمن عليك بلسان طيب الواجب تحمد الله رب العالمين. نعم. ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن من البيان إيه؟ لسحر. سحرة. سحر. وإن من الشعر. وقال إنكم تختصمون علي وإنما أنا بشر وإن منكم من هو ألحن حجة من صاحب. كيف يكون ألحن؟ باللسان بالكلمة. لما يرسم الكلمة كده سبحان الله. لأن عمر رضي الله عنه راح يتسلم مفاتيح بيت المقدس في أشرف الأيام التي مرت على الإسلام. فلما دخل على مشارف بيت المقدس، ستعود إن شاء الله رب العالمين. بإذن الله رب العالمين إن شاء الله. لما دخل على مشارف بيت المقدس قابله الخمسة الكبار القوات، عمرو بن العاص ومعاذ بن ابي سفيان وابو عبيده بن الجراح، فكانوا يلبسون الثياب الزاهيه والثياب اللي تدل على الرفاهيه والعز يعني. عمر لم يعجبه هذا فجرى خلفهم بالحجاره. سبحان الله العظيم. اقترب منه معاويه ابن ابي سفيان وقال يا امير المؤمنين نحن بين اقوام يحبون هذا. المنظر ده مهم جدا عندما بيشوف هرقل هرقل، شوف مبعوث كسرى، شوف القوات عيان القوم، هو وضع البيئة كده، البيئة وضعها كده. أيوة. سبحان، أنت هناك عايش في المدينة مع عبادة بن الصامت ومع بلال بن رباح ومع عمار سبحان الله وابن مسعود. لا. فدول ناس الزهاد وهم ملائكة البشر، لكن دول من بعيدين عن الإسلام. صح. حضرة الإسلام. فأنصت عمر سكت وكان رجاع عند سبحان الله. سبحان قال الله. إن كنت صادقا فهذا كلام أديب، وإن كنت كاذبا فتلك خدعة أديب. ذكي. يعني أنت كنت يعني وضعها في مرة بتعب. خلاص أنت كما قلت خلاص إن كان كذا سبحان الله لا غضاضة فيها. لا غضاضة فيها. ومعاوية كان متكلما بارعا. لا سبحان الله. سبحان الله. نعم. حتى الرجل هذا الهجاء الحطيئة يقول إنما الشعراء فعلمن أربعة، فشاعر يجري ولا يجرى معه. نعم. سابق. وشاعر يهتف في المعمعة المعارك سبحان الله، وشاعر لا تشتهي أن تسمعه، وشاعر لا تستحي أن تصفعه. وكثير ما هم. فهذه مقدار الكلمة في الإسلام ومقدار أنها رزق. فالله عز وجل لما يعطي الإنسان ألفاظ طيبة، ما في ناس في العائلات لا 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 لا، وذلك من أسوأ العباد من يتقى اتقاء لشره.
من يكرم اتقاء لشره. انا اكرمه عشان بلسانه عشان لسانه والعياذ بالله. يعني سيدنا عمر تعرض لموقف مثل هذا يعني الرجل الذي دخل واستفزه ولكن سيدنا عمر تغلب عليه لن أدع الشيطان هو كده أردت أن تستفزني بعزة الشيطان بعزة السلطان فخلاص عايز الشيطان يستثرني سبحان الله. وذلك لما الله يرضى وحبس الحطيئة سيدنا عمر الخطاب لطول لسانه وبعدين ورق له بعد ذلك لما أرسل إليه. فلما جاء بلال إلى ما شاء الله أنت أديب فضيلة الشيخ أديب الله يرضى عليك أديب ما شاء الله سيدنا عمر لا الله يرضى عليك الله يكرمك الله يبارك فيك. سيدنا بلال لما جاء إلى باب أمير المؤمنين عمر وجده نائما فقال لخادمه كيف تجدون أمير المؤمنين يعني أخبروا إيه في البيت حد يستفيد يعني فقال الخادم إن أمير المؤمنين خير كله لكنه إذا غضب فهو أمر عظيم. بلال وهم خبراء في علم النفس قال والله لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن فيسكن ما به من الغضب. يا سلام منطق سليم. لأن هذه مفاتيح شخصيته الكلمة الطيبة. ولذلك قال من قال إن محمدا قد مات لأفصلن رقبته ورأسه عن جسده إنه ذهب للقاء ربه كما صنع موسى. دخل أبو بكر صعد المنبر اجلس يا عمر جلس قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي يموت. وقرأ الآية فقال عمر وكأني أسمعها لأول مرة. سبحان الله. إذن بالكلمة وبالذات لما تكون هذه الكلمة من كلام الله فانظر إلى قيمتها ومن قلب مفعم بالإيمان هو صادق. هذه مفتاح. وبعدين يعني خرجت من صادق ودخلت إلى قلوب أهل الصدق. نعم. فتخيل يعني سبحان الله العظيم المجادلين في زمننا يا سيد الشيخ ليس هناك آية في 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 في, 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 في آية الرجم مش موجودة في القرآن. يعني أنت سنة 2005 ميلادية يعني أنت إيه المطبق في عالم المسلمين من حدود حتى تسأل عن هذا الحد دليل أن في قلبه يعني تشوش مراء ولذلك لسانه ليس إلا للجدل فقط للجدل فقط. ولذلك هذا يعني لا داعي طارد عنه بلا شك. يعني لا تمنعوا الحكمة من أهلها فتظلموهم ولا تعلموها لغير أهلها فتظلموها. الله يعني جميل. يعني أنت لا تمنع الحكمة عن أهلها وإلا ظلمت أهل الحكمة. صحيح. لأن لابد أن توصل الحكمة إليهم. نعم. ولا تعلم الحكمة لغير أهلها. كده يعني سبحان الله يبقى أنت ظلمت الحكمة. نعم. إذن الكلمة تنمية هذه الكلمة لتكون كلمة طيبة هي ملكة من ملكات العبد. ولذلك أجمل ما ينمي الكلمة الطيبة تلاوة كتاب الله. أن يكون لسانك رطب بذكر الله وأعلى أنواع الذكر تلاوة يعني كتاب الله. كثير ربما يحفظ كتاب الله ولسانه ينبو ببعض الألفاظ. ما شوف أولا ليست يعني لا يجوز إنسان يقرأ ويتدبر. هذا الفارق. أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لابد من تدبر القرآن لابد من تدبره. فأنا لما أتدبره ينطلي هذا على جوارحي بفضل الله سبحانه وتعالى سليم. فلا ينطق اللسان إلا بالكلمة الطيبة. طيب إذا التزم الإنسان بالشرع وبأوامر الله تبارك وتعالى على قدر ما يستطيع هل ترتفع الكلمة معه علوا وتدنيا بهذا الارتباط الإلهي؟ طبعا. أنت إنسان يقول لك فلان لا ينطق إلا بالخير لا نسمعه يقول إلا خيرا لا نسمع منه إلا الكلام الطيب هذا إنسان إيه؟ موصول بالله والآخر مسلوب التوفيق. يعني الشعر القديم قال يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. هذا منافق. لا شوف قالوا لابن القيم لابن تيمية كيف نعرف أن هذا الكلام حق؟ أيوة يعني جميل زي يعني عرفوا يعني هذا السؤال. قال إن للحق بهاء يصل إلى القلب مجرد أن يخرج من اللسان.
يا سلام. الحق له منطق آخر. نعم. الحق له منطق آخر. نعم. أما الباطل فسبحان الله يعني الحق أبلج والباطل لجلج. فالكلمة لما تخرج صادقة سبحان الله. والباطل لجلج. لجلج. يعني الحق أبلج والباطل لجلج. نعم. جميل هذا استجع. هذا تعقيد لفظي. هذا استجع. الله يبارك فيك. أنا أستمتع بهذه الكلمات الجميلة. الله يبارك فيك. وأعتقد أن معنا جميع مشاهدين إن شاء الله. الله يبارك فيك. طيب الكلمة النابية، الكلمة الخبيثة، الكلمة البعيدة عن تعاليم الشريعة الإسلامية، هل يصلح صاحبها شرع الله تبارك وتعالى؟ لا يصلح صاحبها إلا شرع الله، لا ينصلح إلا بأن يلتزم. لماذا؟ لما يعلم أن الكلمة هذه يعني هي مثلا يمين فاجرة يقسم هو الكذب يعني. حتى كان العلماء زمان الأساتذة وهم يعلمون التلاميذ أيام تلمذتنا يعني كان بيقول يا ليست بعيدة فضلت الله يبارك نصف القرن ليست بعيدة 50 عاما ما شاء الله يعني رب. فكان ايه لما يقول مثلا يقول اقسم ان يعني بيمين اننا عملت مثلا الواجب بس انا نسيت الدفتر او الكراسة حتى الان يقسمون. فكان المدرس الاستاذ زمان يقول تقصد يمين النابغة ام يمين امرئ القيس؟ فالتلميذ يرتج عليه المسألة. طب أنا عارف الآن نابغة ولا امرئ القيس. نابغة ذبيان. النابغة الذبياني يمينه صادق. حلفت فلم أترك نفسي كريبة وليس وراء الله المرء مذهبه. نعم. هذا يمين صادق. امرئ القيس حلفت لها بالله حلفة فاجر. والعياذ بالله من البداية. يقول لك إذا شوف إذا 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 خبرتني بأي ماذا قال امرئ القيس وماذا أعطيك درجة كاملة. هكذا كان العلماء، هكذا كان المعلمون سبحان الله. حتى الكلام الخارجي فيه استطراد داخل الموضوع والتربية والأخلاق. يعني القضية ليست في قضية قراءة كتب ولا هذا، أولا كان لهم بصمات واضحة رحم الله من مات منهم وبارك الله في من على قيد الحياة يعني حقيقة. وبارك فيكم أيضا. الله يرضى عنكم يا رب. الله يبارك فيكم. نعم نعم. في القرآن الكريم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم. الآيات. نعم. ما هي كلمات الله سبحانه وتعالى؟ كلمة الله وكلمات الله إما هي تكوينية أو كلمة تشريعية. كلمة تكوينية كن، كوني سماء، كوني أرضا، كوني شمسا، سيكون خلاص، كن روح القدس، كن عيسى ابن مريم، كلمة تكوينية، كلمة تكوينية الخلق والإيجاد. الإيجاد تمام. نعم. ثم كلمة تشريعية، اصنع هذا ولا تصنع هذا، افعل هذا ولا تفعل هذا، هذا هو الشريعة، هذا الأمر التشريعي، الأمر التشريعي. نعم. كلمات الله هي المواعظ والحكم والدروس والأوامر والنواهي التي هي على مر الزمن منذ أبينا آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه، اللي موجودة في كتاب الله عز وجل، القرآن. القرآن سبحان. والعجيب القرآن كمادة لغوية 6000 مادة، كلمة 6000 مادة خلاص. لسان العرب 60000. والقرآن وفى بكل معاني اللغة العربية، ولسان العرب ما وفى إلى 10% من 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 معاني اللغة العربية. فانظر إلى كلمات الله عز وجل هي أوامر الله عز وجل ونواهيه ومواعظه التي تهدي البشرية لأن تفوز يوم القيامة. في القرآن فقط؟ في القرآن وفي السنة. هذا في يعني البحر. نعم. إذن هناك كلمات أكثر وأكبر سبحان الله. لا من القرآن. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس طبعا. لا نقف عندما قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. نعم نعم نعم. كلمات الله سبحانه وتعالى إذا حصرت في القرآن. لا لا، قل لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. نعم. والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. سبحان الله. شوف لو أن شوف الأشجار والغابات. أنت لما تنزل كل هذا أقلام. أقلام أقلام. والبحر يمده هذه 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 البحور وهذه المياه كانت مدادا حبر. وبعدين سبحان الله 7 أضعاف ما نفذت كلمات الله. كيف تنفذ؟ كيف ده؟ لماذا؟ تخيل أنت الآن نحن جالسين في الاستوديو. نعم. في تلفزيون الشارقة. نعم. وهناك في غابات نيجيريا
نعم. ورقة تسقط من شجرة من أشجارها فتنقص كمية النتح أو الأكسجين التي تصعد من هذه الشجرة بسقوط تلك الورقة. عندما تسقط تكتب عند الله. من يشعر بهذه الورقة؟ الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى كيف هي كلمة الله. صحيح. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كله في الكتاب المبين. في كتاب. سبحان الله. مكتوب لهذه الورقة أن لها حياة. حجم الكتاب هذا كان. سبحان الله العظيم. أنا وأنت إذا كان الله عز وجل سوف يخرج كل عبد يوم القيامة من تحت العرش 99 سجلا كل سجل مد البصر يوم القيامة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم؟ 99 سجلا كل سجل مد البصر لكل عبد. كل واحد مكتوب في إيه؟ ما يرفض من قول. يا الله. وبعدين هل يترك هكذا؟ لا، أمام العباد والعباد ينتظرون ويطلع عليها صفحة صفحة والكل ينتظر. والكل ينتظر واحد واحد. لا يحسب واحد واحد. الحساب واحد واحد؟ واحد واحد. كم يستغرق الحساب؟ سبحان الله العظيم. وإن يوما عند ربك يقال كمان أنه في يوم القيامة كخمسين ألف سنة. رجل الملائكة دوروا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن نحن على وعدنا مع مشاهدينا الكرام أن نتحدث عن الوعد الحق وأنما يدخل الإنسان القبر وحتى ساعات الحساب ودار المآل أو الآخرة الجنة أو النار. ونسأل أن تكون الجنة إن شاء الله. إن شاء الله يوميا معهم في رمضان. في رمضان مع فضيلتكم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. في الرابعة والنصف عصرا بإذن الله رب العالمين. إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. بعد ما تخرج السجلات ويطلع العبد اللي يطلع عليها ورقة ورقة صفحة صفحة خلاص. نعم خلاص. 99 سجلة. سلم يا رب. قال أحصاه الله ونسوه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. خلاص. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. خلاص. بعد ما يطلع أقوال وأعمال وأفعال كل شيء مسجل. مسجل عبدي هذا الله عز وجل سبحانه وتعالى يكلم العبد بدون ترجمان ولا واسطة ولا حجاب. ما من عبد إلا وسيحاضره الله محاضرة. هكذا ورد في الحديث دون ترجمان ولا كفى بتعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. عبدي هل ظلمك حفظتي؟ يقول لا يا رب. يقول عبدي ألك حسنة مخفية؟ يقول لا يا رب. يقول ألك عذر تعتذر إلينا به؟ تعجب الصحابة أيقبل ربنا الأعذار منا يا رسول الله؟ قال لا أحد أشد قبولا للعذر من الله. لكن ماذا نقول؟ من تعامل بالربا ماذا يقول لله؟ من كشفت شعرها وجسدها في الشارع ماذا تقول لله؟ من ظلم الناس ماذا يقول لله؟ من افترى على خلق الله؟ من خاض في أعراض الناس؟ ظروف. من سب؟ لا 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 لا. ضغوط الحياة. ليست هناك ظروف لأن الدين كما نزل على أبي بكر وعمر هو الدين الذي موجود الآن وسوف يظل إلى أن يرث الله الأرض ومعها كتاب وسنة حلال وحرام. أبو بكر وعمر كان أميرين للناس ونحن عبد المأمور. لا 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 لا, لا, لا. العبد سبحان الله العظيم يعني عبد لرب العباد عز وجل وما أمرني به رب العباد سبحان. فليتك ترضى يعني والأنام غضابه. المهم أنت يا رب اللي ترضى سبحان الله. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضابه وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرابه. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا كان كل اللي فوق التراب تراب يبقى أنا مع رب الأرباب. عشان الإنسان يبقى له منهج واضح في الحياة. أما لما هذا الخلل الحادث في حياة الأمة؟ الخلل الحادث أنها نسيت قضية التوحيد الحقيقية، قضية العقيدة السليمة، قضية في معية الله عز وجل. الله. الإنسان لما يعلم وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا مقدر. وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم عندما يطيع كلهم الله ورسوله
ما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر. لا. والناس على دين ملوكهم. لا 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 الناس على دين ملوكهم. لا لا الناس على دين أنبيائهم ودين رسلهم. هذه مقولات خاطئة. ودين ربهم. لا لا لا. لا. يعني إذا قال لي فلان تقدم أنظر، إذا كان الله قد أمرني أتقدم. هل هذا حدث فيما تحفظ من قصص وسير السلف الصالح من رد خليفة أو أمير أو عصى أمرا في غير طاعة الله تبارك وتعالى؟ الحجاج، هل هناك أقصى من الحجاج؟ لا، ابن يوسف الثقفي؟ لا. طيب جميل، قال الحجاج ائتوني بمن يأكل معي، فجاب واحد كذا عربي ماشي، تعال الأمير يدعوك، هو في خيمة في الصحراء في رحلة. لا. قال من الأمير؟ قال الحجاج. دخل الرجل وهو معتز بإيمانه. قال تعالى يا رجل كل. قال دعاني من هو خير منك. قال من؟ قال دعاني ربي للصيام فأنا صائم اليوم. يوم صائم. قال إنه طعام طيب. قال والله ما طيبه خبازك ولا عجانك ولا طباخك ولكن طيبته العافية. قال كل يوم وصوم غدا. قال وهل يضمن لي الأمير أن أعيش إلى الغد؟ فاحتار الحجاج خلاص سبحان الله. قال يا رجل أتعرفني؟ قال نعم. أتحفظ من القرآن شيئا؟ قال نعم. فقرأ الرجل إذا جاء نصر الله والفتح، وبدل من يقول ورأيت الناس يدخلون في دين الله قال يخرجون من دين الله. قال يا رجل أيحق يدخلون في دين الله؟ قال كان أيام الرسول وأيام صحابته، أما في أيامك وأيام أمثالك يخرجون من دين الله. سبحان الله. يناطح الحجاج هكذا سعيد بن جبير. نعم. آخر من قتل الحجاج وهو رجل من تبع التابعين. نعم. ما اسمك لما أراد قتله؟ قال اسمي سعيد بن جبير. قال بل أنت شقي ابن كثير. قال أمي سمتني سعيدا. قال لقد سعت في هلاكك. قال سعيد الغيب يعلمه غيرك. لأبدلنك يا سعيد من دنياك نارا تلظى. قال لو أعلم أن هذا إليك ما عبدت سواك. لو أنت تدخل الجنة وتدخل النار من أنت؟ سبحان الله العظيم. وانتهى الأمر بأن عاش الحجاج بعدها، لم دعا سعيد اللهم لا تسلطه على أحد من بعدي. فلما صلبوه وقتلوه فكان الخشب التي صلب عليها تعتدل ناحية القبلة سبحان الله. لا إله. وقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم. وآخر ما خرج من كلام سعيد اللهم تلصيته على أحد من بعدي، فكان يستيقظ مذعورا الحجاج كل ليلة لأن سعيدا في الرؤيا يجري خلفه بالسيف، يقول مالي ولسعيد مالي ولسعيد. حكينا عن أبو الحسن الزاهد في أيام ابن طولون، ولما يعني أغاض ابن طولون في كلمة فجوعوا الأسد وحجابوا أبو الحسن الزاهد وأطلقوا الأسد عليه، وجاء الأسد يتمسح في أبو الحسن، وقال له ابن طولون فيما كنت تفكر والأسد قادم عليه؟ قال والله كنت أقول في نفسي سؤره لعابه يعني طاهر أم نجس. بس هذه المسألة. هذا بكلمة. هذا بكلمة. ولكن نحن نتأدب مع أولي الأمر، ولكن سبحان الله العظيم في مرضات الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني هذا الأمر ليس على الإطلاق في كل أمور الحياة. لا 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 لا، لكن في الأمور القوانين التي تسير حياة الناس فيما ليس فيه معصية لرب العباد سبحانه وتعالى. نعم. نعم. بارك الله فيك. وفيكم إن شاء الله. أطرت الأسئلة من ذهني فضيلة الشيخ. لا أنا نتحاور يا ابن شاء الله يعني الله يرضى عنك. الله يرضى عليك. الله يرضى عنك. في آية قوله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ما هذه الكلمات وما الموقف؟ أولا سيدنا إبراهيم يعني قدم جسده للنيران. نعم. وطعامه للضيفان وولده للقربان، فمدحه الرحمن وقال وإبراهيم الذي وفى. يا وفى بهذه الأشياء هذه كلها لأن دي أوامر تشريعية. نعم. فالله عز وجل جعل سيدنا الخليل يضرب هذه الأمثلة، فالله عز وجل ابتلاه واختبره يعني بهذه الكلمات. هذه الكلمات لأنه خليل الرحمن لابد أن يبتلى. لماذا؟ لأن نحن قلنا إن الذهب لابد سبحان الله أن يعرض على ما هو نوعين من النيران، نيران الدنيا ونيران الآخرة.
من ابتلي بنيران الدنيا الابتلاءات والمصائب فصبر لن يذوق نيران الآخرة. ولذلك يؤتى بأبأس أهل الدنيا اللي ما شف هنا في حياته أبدا. سبحان الله. ولكن اتقى الله وصبر. فيغط في الجنة غطة. يدخل الجنة لحظة ويدخل. فيخرج كالقمر ليلة التمام. يقول له الله عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك أنا في النعيم منذ أن خلقتني. يا الله. لمسة في جنة الرضوان خلت الرجل نسي كل الهم. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا. ولكن لم يتق الله ولم يشكره. فيغمس في النار غمسة. فيخرج كالفحمة المتقدة. عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك أنا في الشقاوة منذ أن خلقتني. سلم يا رب. طبعا. يا رب. طبعا. المسألة الناس أصلا في غفلة. احنا نتكلم الدغري كده. يا ريت. قدونا في غفلة. ولذلك قال علي الناس نيام. الناس نيام. فإذا ماتوا انتبهوا. فإذا ما انتبهوا ندموا. ولن ينفع الندم بعد العدم. صح. ها؟ تمام. وذلك كان حاتم الأصم يلاقي ابنه ينام نصف الليل ويقوم النصف الآخر. فيغضب عايز ابنه يقوم أكثر من هذا. إيه نصف الليل ده؟ يقول يا كثيرا النمو والرقدات كثرة الموت تورث الحسرات إن لك في القبر إن نزلت إليه لمناما يطول بعد الممات ومهاد ممهد لك فيه بذنوب عملت أو حسنات. ده أنت هتنام نوم كبير طويل. يعني قلل ضايع تلت عمري في النوم ليه؟ أستفيد إيه؟ سبحان الله. ولكن حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كما قال أبو ذر. نوم الأكياس. الأذكياء. جمع كيس. الفطن العاقل سبحان الله. يعني بدل ما يقوم الليل وهو سرحان ويفطر وهو سبحان الله يخوض في الأعراض لا يبقى أفضل ينام. فالكلمات التي ابتلي بها الخليل هذه الامتحانات المتتالية. هذه الكلمات. فأتمهن. نجح. ربنا منع أعطاه الجائزة. قال إني جعلك للناس إماما. نعم. ومن أدبه قال ومن ذريتي. شوف لا يمس عهد. ولذلك حبيب النجار اللي هو صاحب ياسين وجاء رجل من أقصى المدينة. هذا حبيب النجار. نعم. حبيب النجار أول ما وعظ قومه راحوا يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا رقدوا على الأرض ووقفوا على بطن فخرجت أمعاؤه من دبره ومات. نعم. قيل ادخل الجنة أول ما مات قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كلمة طيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله حبيبا النجار وعظ أهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. يا الله. مش أبو فراس يقول لك إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. يا أخي موت وخلينا نستشرب. لكن لا وانا انا مت عصية الدم. لا سبحان الله لا اله الا الله. اذا مت طب ليه يا ابن الحلال انت ما ويقول معللتي بالوصل والموت دونه اذا مت ظمآنا فلا نزل. طب ليه؟ ما هو لا اقول قال في البيت الثاني وفيت وفي بعض الوفاء مذلة. معلش بس وفاء في الحيش مات والغدر. بس وفاء كان وفاء ده لشيء ثاني لكن هو عمم البخل الحكم عمم الحكم. هذا ما شاء الله من النقاد ياخذون عليه هذا البيت. نعم. ولكن يعني ليس كوننا كحبيب حضرتك حتى في الحياة الدنيا الأمر الإنسان يصيبه بعض المصائب نحب مسلك ومذهب حبيب ونستك لأن سوف تكلفني أولا. نعم. عامل زي الإيه عامل زي رياضة معينة أنت تقوم بها في البداية صعبة العام. نعم. الدراسي بدأ فالأولاد يبقى فيه صعوبة للإيه للمذاكرة بعد شوية يتعود. فالإنسان لو يتعود يروض نفسه اسمها رياضة النفس. نعم. رياضة النفس. جميل. الإنسان يروض نفسه. جميل. مش احنا بنعمل رياضة بدنية. طب فين الرياضة النفسية؟ نجتهد. الله يرضى عنك. يعني والذين يعني جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يجاهد في الله. سنصل إن شاء الله. بإذن الله. طالب شوف يعني قالوا يا بصري الحسن البصري القوم سبقونا على خيل دهم. على الصحابة يعني. نعم. ونحن على حمر معقرة. قال طالما أنتم على الطريق فسوف تصلون ان شاء الله. المهم الا نحيد عن الطريق. بس اسلك الطريق خليك في السكه. يعني عليها دعوه الا نتكلم بكلمات نابيه خارجه عن تعاليم الاسلام والدين الحنيف. او يعني يرفضها الـ يعني
يعني فيما أظن هارون الرشيد يسأل ابنه المأمون وهو صغير قال ما جمع مسواك؟ قال ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. ده جمع مسواك ايه؟ مساوي. مساوي. شوف الادب يا سلام. اين هذا الادب؟ وطفل الصغير في السابعه لان لا يريد ان يقول لابيه مساويك، لان لا يريد، لا يرى في ابيه مساوي. على التخفيف هكذا، على التخفيف. قال ضد محاسنك يا امير المؤمنين. لما راح يزور الفتح بن خاقان في بيته، فراى ابن الفتح وزيره طفل عنده 8 سنوات، فقال دار ابيك أم دار الخليفة؟ الفتح بن خاقان تهتز على خبر أبي الولد هيخطئ، يقول أبويا أحسن. قال دار أبي أفضل إذا كان فيها الخليفة. يا سلام. يقول عليك الولد لما يكبر يبقى إيه؟ رد بليغ. قال هل رأيت خاتما أفضل من هذا الخاتم؟ قال لا. فالفتح بن خاقان قال الإصبع التي هي فيها. جميل جميل. هذه الأجوبة يجب أن نعلم أبنائنا هذه الأجوبة. تسأل ولدها فتفة في الجامعة ما هو فاهم حاجة، يعني نقول للطفل اشتم أباك، اشتم أمك، اشتم عمه، اشتم خاله. هذه خيبة. ويشتم يعني يفرح ويصر. هذه مصيبة. ده حتى المهرجين العرب إذا جازت تسميته، المهرجون العرب يعني إذا جازت التسمية من أمثال الأشعب وصعريك العرب كتأبى شر، يقول لك الأشعب استأجر بيت على قارعة الطريق، فالبيت قديم. نعم. فكل ما تمشي دابة بتاع البيت يهتز. فراح لصاحب البيت قال يا راجل البيت قديم. قال له هذا بيت الصالحين انه يسبح. قال له اخشى ان تاخذه الخشيه فيسجد. بعد ده مصيبه، انا اروح في داهيه كده ان يهتز في التسبيح يعني سبحان الله. هلا ابو نواس وهو رجل صعلوك عربي او يعني شعر بذيء يعني اذا 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 جدد التسميه في اول حياته، في اول حياته. نعم. فطرق بابه طارق فكشف في وجهه وطرده. قال يا رجل أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قالوا ذهبوا مع الذين كانوا ليسألون الناس إلحافا. هذه الأجوبة المسكتة والإجابات الحاضرة سبحان الله. هذا الذي يفرق باب سيبويه. فخرج دو ابن سيبويه، فالرجل خاف قال لك ابن سيبويه ده إيه؟ علامة في النحو. أباك أبوك. لو قلت له أنا يعني أنصبها أجرها أنا. مرد القصة مزلت. يقول له طرق بابه طارق، فخرج ابن السبيوي قال له أباك أبوك أبيك هنا؟ قال له لا لي لو. صح الله سنين وسلم. طلع ابن السبيوي أجل من الرجل. ولذلك يقال في كتابه الكتاب اللي هو كتاب النحو. نعم كتاب النحو. أول كلمة فيه قال إيه؟ الله علم لا يحتاج، هو لفظ الجلالة علم لا يحتاج إلى تعريف. نعم. قال العلماء نرجو أن يكون الله قد غفر له كل ذنوبه بهذه الكلمة. نعم صحيح. نعم. صحيح. هذه كلمة. هذه كلمة. كلمة. هذه كلمة. فصل ماذا يقول في تعريف الله؟ عالم لا يحتاج إلى تعريف. قضى الجهيزة قول كل خطيب. صحيح. نعم. صحيح. بارك الله فيك. فيكم إن شاء الله. يعني في قوله تعالى وأنا ألملم الذاكرة وأحصرها في أي ذكر الحكيم. في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. طيب تعالى للكلام. يوم يقوم الروح جبريل. نعم. والملائكة جبريل وهو رئيسهم أمين وحي السماء. لا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. مش وقال حقا، لا صحيح. لأن الروح ساعتها بيتكلم من ذات نفسه مش وحيا عن الله. بمعنى يعني إذا تكلم جبريل مأمور بكل إذا كلامه إذا تكلم جبريل عن الله فهو يتكلم بالحق. لأن ربنا على طول قال لي بعدها ذلك اليوم الحق. صحيح. خلاص. طيب جبريل يوم يقوم الروح والملائكة صف لا تكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، لأنه مش وحي، ده يقول كلام من عنده فلا يصل لدرجة الحق، الحق من الحق سبحانه. الله. يعني أقصى ما يقوله المخلوق هو الصواب. الصواب. لأن الصواب يقابله الإيه؟ ولو كان جبريل. ولو كان جبريل. العبد عبد والرب رب. يا الله. لكن الله عز وجل هو الحق. سبحان الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب ذلك اليوم الحق.
نعم. ليس نعم. ليس لا يتكلمون حقا. لا 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 حقا. لا 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 حقا يبقى من مما انزل الله سبحانه وتعالى. وكلامهم حول ماذا حضرتك؟ الذكر والتسبيح والتحميد سبحان الله. ليش وهم امرون ايضا وهم سبحانهم هذه ملكتهم هذه حتى اذا حشروا امام ربهم يوم القيامه الملائكه نعم. قال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ما عبدناك حق عبادتك رأوا لا لا أنا سبحان مقام الله عز وجل سبحان الله سبحان الله نعم. طب في قوله تبارك وتعالى وتكلمنا ايديهم اولا العبد اخر في تفسير الايه اخر من يخرج وده هنجدها بالتفاصيل ان شاء الله بالتفصيلات في برنامج الوعد الحق ان شاء الله ان شاء الله اخر من يخرج من النار في الحديث الصحيح رجل قال يا ربي لقد طال عذابي فيها لا تجعلني أشقى خلقك نعم فقال عبدي أي إن أخرجتك اعترفت لي بذنوبك قال نعم سأخرجني فأخرجوه فقال عبدي أخبرني عن ذنوبك يقول عبد أنا ما أذنبت قط وخرج فكر متصور انه لن يعود قال عبدي ما اقدرك على ما اقدرك على الوعد يعني سبحان الله تغادر في وعدك سبحان الله قال لا انا لا ارضى فينظر ايمن منه فلا يرى ان النار وايسر منه لا يرى ان النار فقال خلاص الناس اللي دخل الجنه دخل واللي دخل مين يشهد عليا كان شهد علي زوجتي وشهدت علي شهد علي ابويا وامي واولادي والرئيس بتاعي وتلاميذي كله شهدوا ما فيش انا الارض شهيدا على نفسي الا نفسي فيختم الله على فمه وتنطق الجوارح بالمحقرات من ذنوبه تنطق الجوارح بالمحقرات من ذنوب نص الحديث نعم اللي تكلمنا ايديه اللي تقول انا سرقت انا اخذت رشوه اذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله فيعاد اليه نتصوره على المجاز لا على الكنايه تنطق على... تنطق كما تنطق الدابه من علامات الساعة كما صالح نعم كما يعني في رواية أن الله سبحانه وتعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون تكلمهم بلسان حالهم بلغتهم كله يفهم هكذا كله يفهم هكذا كله يفهم منها تكلمهم سبحان الله لا إله إلا الله لا لا ولذلك شوف الأعرابي اللي كان يدعو الله اللهم من لا تغلطه كثرة الألسن ولا تعجزه كثرة المسائل شوف الحديث 2 مليون في وقت واحد في تاريخ واحد كل واحد يدعو بلغة وبطلب صحيح والله سبحانه وتعالى هو القادر نعم ونعم بالله سبحانه نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ وهذا وقت أهلا وسهلا أهلا وسهلا وهذا وقت كلمات المشاهدين أهلا وسهلا أهلا بكلماتهم الطيبة بارك الله فيك مشاهدينا الكرام نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم في موضوع حلقتنا رجاء في موضوع حلقتنا وألا يزيد التساؤل أو الاستفسار عن دقيقة واحدة إذا كان السؤال خارج الموضوع فسنضطر آسفين أن نقطع عليكم الاتصال واصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلاتكم مرة أخرى معنا أول اتصال هاتفي الأخ أبو أحمد من الشارقة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل بالسؤال كيف حالك شيخ الله يبارك تفضل بالسؤال يا خبر لو سمحت هو طبعا يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت يعني إذا كانت الكلمة يعني في ليها مسؤوليتها على الإنسان فمن باب أولى مسؤوليتها تكون أزيد وأكثر على وجاهة الإنسان وقدره لأن الإنسان إذا كان ليه وجاهة وقدر فالناس بتحترم كلمته يعني يعني كان مثال إذا الدكتور عمر عبد الكافي يتكلم فالناس بتحترم كلمته وبتثق في كلامه فما رأي حضرتك في إذا كان شخص ليه المكانة دهية وكلامه قد يخرب على الناس في حياتهم وفي بيوتهم فإيه رأي حضرتك في كده بارك الله فيك نعم سؤال تاني لو سمحت اتفضل هو يعني اذا كان في تعامل ما بين شخصين يعني وواحد يعني عنده جهاز حمله ووراه لشخص تاني يعني صديق ليه فقال له يعني دخل عليه بباب الحياء يعني اخذ منه الجهاز بسيف الحياء ان هو يحتاجه كده وبتاع وبعد كده يعني والشخص كان في نيته ان هو هيوديه بيته ومحتاجه وغالي وثمين فعرف بعد كده يعني برضك خداع في الكلمة عرف بعد كده ان هو اساسا باعه واستفاد بتمنه فهل يحق ليه ان هو يطلبه بتمنه يعني جزاك الله خير بارك الله فيك ام القوين صلاتي في السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال يا أخي. أولا جزاكم الله خير على البرنامج. الله يبارك فيك. جزاكم خيرا. عندي أربع أسئلة شيخ. ما شاء الله تفضل. السؤال الأول، هل الغسل الشيخ يغني يوم الجمعة عن الوضوء؟ أو بشكل عام يعني الغسل يغني عن الوضوء؟ يا أخ عبد الصمد، نريد أسئلة في موضوع حلقتنا نرجوك. نتحدث عن الكلمة وعندنا برامج أخرى عبر شاشة الشريقة الفضائية للفتاوى. فأنا يعني سأضطر آسفا لقطع الخط. أرجو جميع السادة المشاهدين أن يلتزموا بموضوع الحلقة. اتصل هاتفي آخر. السلام عليكم. أخ نور من الشارقة. السلام عليكم. ألو نور من الشارقة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخت نور تفضل. جزاكم ألف الله خير على البرنامج الطيب. بارك الله فيك. تفضل بالسؤال. أستاذ عمر عبد الكافي. بارك الله فيك. كنت بس عاوز أسأل إزاي الكلمة الطيبة اللي هي مفروض تبقى موجودة بين الزوج والزوجة. إن إزاي الزوج يتكلم مع زوجته بالكلمة الطيبة إذا كانت دائما بتسمع من السؤال واضح يا أخت. السؤال واضح. حاضر. جزاك الله ألف خير. وجزاك خير مثله. أخ أحمد من الشارقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. تفضل بالسؤال. والله أرد أسلم على الشيخ دكتور عمر عبد الكاف. أهلا وسهلا مرحبا. وأحبه حبا في الله كوالدي. أحبك الله ولا تحتني. بارك الله فيك أبو نايم. تفضل. وشكرا. وأنا أحب أنه أشوفه. شكرا. بارك الله فيك. شكرا الله لك. اتصل. الأخ أبو أحمد من الشارقة يتكلم في تعقيب لكلام فضلتكم أن الكلمة لها مسؤولية ومسؤوليته على قدر الإنسان. فإذا كان الشخص له مكانة طيبة وكلامه يخرب بلفظه وبنصه يعني. وطبعا يعني تخرب تماما. أضم صوتي لصوت لأن يعني إن زل العالم زل بزلته عالم. فهي تخصص. نعم. وبالذات لما يكون في العلم الشرعي يكون مصيبة. نعم. لذلك الكلمة حقيقة مسؤولية تكبر بكبر حجم قائلها. نعم. فيجب أن يراعي الإنسان في مركز المسؤولية التي يسمع فيها لكلامه أن يراعي دقة الكلام. لابد. يعني يعني أبو بكر رضي الله عنه شو انظر إلى رجل يبيعه في السوق. نعم. ثوبا. أقول له هل لا تبيعني هذا الثوب؟ قال البائع لا عافاك الله. قال أبو بكر هل لا قلت لا وعافاك الله؟ فانظر إلى دقة سماع. نعم. عافاك الله تدل على أنه لا ينفي العودة. النبي صلى الله عليه وسلم في 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 لا عافاك الله. قال بالضبط كده في في غزوة بدر لما وقفت أم أيمن حاضنته وكانت أعجمية من نعم. من الحبشة. نعم. فتقول قاتلوا ثبتكم الله ولم تخرج لسانها. الرسول في المعمعة المعركة ويقول يقول يا أم أيمن أخرجي لسانك وإلا قولي نصركم الله. يعني وسط المعركة واهتم الرسول بقضية اللغة. أصل ثبت يعني قيد. صحيح. ثبت بالسين. نعم. يعني قيد. قاتلك ثبتك ثبت ولذلك يوم السبت من السكون. نعم. فانظر إلى دقة سماع الرسول وصحابته لقضية صحيح. اللغة. صحيح. مهم. نعم. الأخذ بالحياء كقضية حرام. ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. هذا إنسان سارق يا أخي. يعني يخادع أخاه ويقول أنا محتاج وبعدين أخذ الجهاد هذا أو الشيء يبيعه. ويبيعه هذا الشيء يعني يطالبه بحقه. يطالبه يا أخي. يطالبه. يطالبه. أما فمن عفى وأصلح فأجره على الله. هذه مسألة أخرى. لكن في العدل وفي الفضل. العدل أن يطالبه. الفضل أن يعفو والله عز وجل يتجاوز. فضلتك تميل إلى ماذا؟ الفضل. فضل. نعم. نعم. أنت رجل فاضل. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الأخت النور من الشارقة أثرت قضية شائقة وشائكة. نعم. وهي مسألة الكلمة الطيبة بين الزوجين. هذا موضوع يحتاج إلى حلقات وحلقات. كيف تكون الكلمة بين الزوجين؟ أولا لينظر لو زوج ابنته من رجل أو شاب ماذا يتمنى أن يسمع زوج ابنته كلاما. ما يتمنى أن يسمعه من زوج ابنته لابنته يجب أن يقوله لزوجته. ولذلك الكلام الطيب يعمل رصيد عند الطرف الآخر. نعم. وهي نفس القضية العكس. صحيح. يعني ليست من طرف واحد. طيب. ومحاسب على ما يقول. نعم. مش يعني كل شوية هديتها والله أنا أتزوج عليك أنا مش عارف أعمل فيك. كلام التهريج هذا كلام غير طيب. اتصال من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. تفضل. الله يحييك يا رب. تكرم فضيلة الشيخ يعطينا بس كلمة تهيئ المسلمين على تجهيز أنفسنا لرمضان. نعم.
واريد تعطيني اسم من كتاب عن الاحاديث القدسيه اللي بيجيبها من حضرتك بالدروس تبعه. طيب بارك الله فيك. شكرا. نعم بارك الله فيك الله يخليك. الاخ محمد من العراق، السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخ محمد بالتساؤل. كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. الشيخ عمر عبد الكافي واسال الله ان يحفظه لنا وللمسلمين جميعا. الله يبارك فيك. والله عندي سؤال من جزئين. نعم. الأول، ما آثار الكلمة الطيبة على الفرد؟ حاول الاتصال بنا مرة أخرى أخ محمد. أخ علي من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي كبوش من الشارقة. مرحبا أخ. لو تكرمت. تفضل. الحديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. هذا قدني إلى سؤال، ما العلاقة بين صوم الصمت وصوم رمضان؟ نحن نعلم أن صوم الصمت كان زمن زكريا ومريم. نعم. ولذلك أن زكريا عندما دعا ربه أن يرزقه ولدا بعد أن صار كبير السن بشرته الملائكة، قال رب اجعل لي آية، إلى نهاية الآية الكريمة. وكذلك مريم عندما ولدت عيسى قال لها الله عز وجل فأما ترين من البشر أحدا، إلى نهاية الآية الكريمة. السؤال، ما العلاقة بين صوم الصمت وصوم رمضان؟ طيب بارك الله فيك. إلى القاهرة أخ أبو محمد، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. ازيك يا فضل الشيخ؟ الله يبارك فيك، ربنا يرضى عليك. أخ أبو محمد ده أخفض صوت التلفاز بعض الشيء. ماشي حضرتك. بارك الله فيك. نحبكم في الله والله. الله يرضى عنك. أحبك الله الذي أحببتنا فيك. والله حضرتك سؤلت سؤال وخد راحتك من زميل لي من غير المسلمين. نعم. فطبعا حضرتك سألني بيقول لي ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان في بطن امه، لما خلق الانسان في بطن امه خلق قدر اجله ورزقه وشقي ام سعيد. قلت له مظبوط. فبيقول لي خد بالحضرتك، بيقول لي ان كده ربنا سبحانه وتعالى لما الانسان مثلا يكون شقي في الدنيا بعد ما يكبر ويجي يتوب ويآمن مثلا بربنا، كده كده بنشوف انسان ربنا سبحانه وتعالى ظالم للانسان وكذا. فطبعا لقله علمي حضرتك بالدين ما عرفتش اجاوب. طيب فيا ريت حضرتك تكلمنا في حته المساله دي وبارك الله فيك. حاضر. وفيك بارك الله يكرمك. بارك الله فيك. يا اخ محمد من الشارقه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. حياك الله يا اخ محمد وحياك الشيخ عمر عبد الكافي. الله يبارك فيك. تفضل. والله نتكلم على الكلام، يعني انت احنا كبشر عنصر التحكم في الاسنان، يعني عمليه ضبط اللسان يعتبر من الصعب بالدرجه اللي طبعا لابد يكون قوي الايمان عشان يقدر يضبط اللسان. واحنا ايماننا بيقوى ويضعف احيانا. طبعا. وبالتالي ضبط الكلمه يحتاج لبعض خبره الدكتور عمر الله ينصر دينه واخد بال حضرتك، انه يقدر يفيدنا في حالات لما الانسان ينفعل ويبدا في الغلط ازاي يضبط نفسه في الحالات دي. ايه الوصفه الدينيه؟ طيب. بارك الله فيك. طيب. حاضر حاضر. وصلت التسائل. وتمنى ابننا الله يرضى عليه. بارك الله فيك. ربنا الله فيك. شكرا استاذ محمد. اتصال هاتفي، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا براد، اتفضل. السلام عليكم. مرحبا بك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدي اسال الشيخ عمر الشيخ. عن آية فإن لم تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. بارك الله فيك. أخت أم عبد الرحمن من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. أنتم بخير. جزاك الله كل خير أستاذ محمد. وجزاك خيرا مثلي. الله يخليك. إحنا يعني مش لاقيين كلمات نقول لحضرتك نشكرك يعني نقدر احترامنا ليك وطبعا فضيلة الشيخ. ربنا يبارك فيك. يا رب. الله يكرمك. الله يخليك. فضيلة الشيخ بعد اذنك في سؤال. نعم. عندما يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم نذكر صلى الله عليه وسلم. اريد كلمه لفظ لجلالة الله، عندما يذكر اسم الله انا اريد ان اعظم الله يعني بشكل اكبر،
فأريد يعني لفظ إن شاء الله أول ما يذكر اسم ربنا عز وجل أعظمه بشكر أكبر يعني. طيب بارك الله فيك، جزاك الله كل خير فضلت الشيخ. شكرا لك يا فيكم إن شاء الله. نجيب على بعض هذه الأسئلة الخاصة بالكلمة. الخاصة بالكلمة نعم. نعم. هذا تنبيه صارم ولا رجعة فيه إن شاء الله يعني. هذا يعني وأهيب بجميع سادة المشاهدين أن تكون الأسئلة في موضوع الحلقة. تلفزيون الشريقة فيها البرامج كثيرة جدا تستوعب كل أسئلتكم، ولكن هنا في هذا ديننا ينصب الاستفسارات والاستبيانات على موضوع حلقتنا إن شاء الله. الأخ من اتصال هاتف من السعودية كان يقول يرد كلمة من فضيلتكم تهيئة لرمضان، وإن شاء الله ممكن يعني نعمل حلقة لتهيئة رمضان، لكن كلمة بسيطة من قبيل الكلمة، من قبيل الكلمة أن يعني لو زارني ضيف لكنت كريما معه، فسوف يزورني هذا الضيف الذي إن أكرمته أكرمني رب العباد عز وجل، فأسأل نفسي كيف سوف نكرم ونكرم هذا الضيف. نعم بارك الله فيك. أخي محمد من العراق يقول ما أثر الكلمة على الفرد؟ أولا الكلمة يعني مثلا من رد غيبة مسلم ذب الله عنه النار يوم القيامة، يعني أنا أدفع غيبتك في عدم وجودك، يا أخي ما هذا حدث يا أخي، هذا إنسان فاضل، سبحان الله. الله عز وجل يدفع عني النار يوم القيامة، ها يا الله سبحان الله. يعني نصرك لأخوك المؤمن، هذه قيمة الكلمة على الفرد. ها سبحان الله، انت لما تدخل تطيب خاطر اخيك بكلمة مسامحة او باعتذار لطيف عما بدر منك في لحظة غضب او غيره، اكيد دي تساوي الكثير. نعم الكلمة على الفرد هي التي يعني رفعت اقوام على مر الزمن، يعني عنتر العبسي هذا الاسود انكره نعم. ابوه نعم. وبعدين اعترف به لما كان يقول حصاني كان دلال المنايا فخاض غمارها وشرى وباع، وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع، أنا العبد الذي أنبئت عنه وقد عينتني فدع السماعة، ولو أرسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباع. بالله عليك يدخل الرعب في قلوب، وكلمة مش الكلمة كلمة هذه كلمة هذه كلمة. وكان قبل الإسلام يجيبوا الشاعر يقول وتبدأ المعركة، وفي الإسلام يقرأ القارئ الأنفال والتوبة وتبدأ المعركة بكلمة. يا سلام جميل. الأخ علي من الشرقة يتساءل من منطلق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأخذ خيرا أو ليصمت، ويجعل من هذا منفذ للعلاقة بين الصمت وصيام رمضان. أصل الصمت هو يعني إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن شتمه أحد أو سب فليقل اللهم إني صائم، أقصى ما يقول الصائم اللهم إني صائم، يعني هو صمته. الصوم هو الإمساك، صامت الشمس في كبد السماء أي توقف. نعم. توقف، فالإنسان يتوقف عن القول الإيه؟ عن القول البذيء، لأن لا من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في إيه؟ في الصيام. صيام. ما خلق انتهى الأمر. نعم. فبالتالي قضية الصمت هذه، لأن أنا لما أصمت 30 يوم الاخ بيقول يعطينا وصفه. كيف الوصفه؟ صحيح. الوصفه الاخ محمد، انا ده بالعكس دي فرصه جايانا اهي، ها عشان بفضل الله سبحانه وتعالى اتعود الصمت، لان حتى البعيد عن الله في نهار رمضان يقول يا اخي عيب استغفر الله احنا صايمين. الله، طب يعني رب رمضان موجود وبعد رمضان؟ الله، طب انت صايم الان، طب وبعد رمضان يعني بالليل هتغتاب؟ يعني انت بالنهار هو يصوم لحد حتى الفطار فقط، جميل، وبعد بالليل ساعه وساعه. لا هذا ممثل، انها ساعه وساعه، هذه نقره وتلك نقره. هذا ممثل ليس بصائم، ونقره ونقره وساعه وساعه، لا نقره ونقره، هي كلها في طاعه الله. ده حتى مداعبه الصحابه كانت في مرضات الله. يعني بنروح عن قلوبنا شويه، ما نروح يا سيدي بس بما يرضي الله، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن لا يقول الا حقا. او نبي هو القدوه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. والاخ محمد يقول احنا بشر وايماننا يزيد وينقص، تمام، ولكن بين زياده والنقصان نتقلب. عظيم عظيم. وعندما ينقص لا نتركه ينقص كثيرا، وانما نحاول بشحنه. يا اخي البطاريه عندما السياره عندما يعني سبحان الله نشحن البطاريه، صحيح، التليفون المحمول عندما نشحن البطاريه، وهكذا برضو نشحن القلب.
ويشحن القلب بالذكر وبالإيمان. وهذا فيه روشتة ووصفة للتحكم وعدم الغضب والتلفظ بألفاظ نابية. أولا أنا قبل أن أتكلم يعني ببساطة شديدة أعد إلى 10. يعني أنت أغضبتني في موقف. نعم. فممكن أرد عليك بسرعة. خلاص. ونحن عندنا الانفلات اللفظي سهل شوية. العربي بطبيعته. العربي بطبيعته. العربي بطبيعته ساخن. دائما رد فعله قبل أن يفكر. كرامة هذه مولانا كرامة. شخصية قوية. يعني هكذا يقول العربي. لكن المؤمن غير هذا. المؤمن حليم. حليم. يفكر أولا. خليلي المذهب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب وصفه ربه بهذا وبشرناه بغلام حليم. يعني إسماعيل أخذ صفة الحلم وإسحاق أخوه أخذ صفة العلم وجاء العرب والمسلمون من أبناء إسماعيل الحليم وجاء اليهود من أبناء إسحاق العليم. الحلم خير كله والعلم ليس خيرا كله. صحيح. نعم. فالإنسان يحلم. بعدين لما أحلم قبل أن أرد عليه أعود العشر 1 2 3 4 إلى 15 أكون فكرت في المسألة أتكلم أم لا أتكلم. يقال ضعيف الشخصية ولا يقوى على الرد هذا إنسان يسير حياته ويملك حياته ويسير حياته وفق المنهج. لأن زوجته ممكن يشطن لها يقول طلقني 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 وما يلصق به من تهم من ضعف الشخصية. لا لأنه يرضي الله وضعف الحجة. شوف من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس. والمفروض أن يشرح كل هذا للناس. مش شرط أن أشرح أن أرضي أنا الله ولا شرط أن أشرح أو لا أشرح. سبحان الله لازم على من أمامي أن يفهم ويعي هو. لا إله إلا الله. أتعلم الصبر على الناس كما تعلم علي على غلامه. هل حد استلقى على قفاه؟ بالضبط. أتعلم عليه الصبر. ليه لا نعم. بارك الله فيكم. فيكم إن شاء الله. الأخ أبو محمد من مصر نرجئ سؤاله لأنه يتحدث عن المسير أبو مخير وكيف الشقي أبو سعيد وليس في موضوع حلقتنا. لعل هذا وصفة للأخ محمد من الشارقة كما تفضلتم وصفة لكي يتحكم في لسانه. أخت أم عبد الرحمن من الشارقة تتساءل عن يعني نقول حينما يذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام نقول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر من الله عز وجل. نحن نأتمر بأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أبخل البخلاء من سمع اسمه صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه الصلاة والسلام. هذا 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 أمر. فالله سبحانه أمرنا بهذا. أمرنا بهذا. ويرضي رب العباد عز وجل أن 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 من صلى على رسول الله صلى الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. وصلاة الله رحمة وبركة. وماذا نقول إذا ذكر اسم الله وكأنها تتساءل هذا هو الله سبحانه وتعالى فماذا نقول؟ يكفي ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم. الله نعم. أكبر. الله أكبر. نعم. ولذلك قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وتوافق كل اسم بالحالة. يعني لما نقول قال الله تعالى لا نقول شيئا مثلا سبحانه وتعالى. لا مش ليس كما نقول على الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن مأمورون تكليف شرعي. بهذا وليس هنالك امر. لا ليس هناك امر ولكن يكفي ذكر اسم الله سبحان الله. سبحان الله لا اله الا الله. اخت ام يوسف السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. الحمد لله وانتم بخير. تفضل. سؤالي للشيخ الناس يوم الغيامه. نعم. الناس يوم الغيامة كل الجنسيات تتكلم اللغة العربية. بارك الله فيك. جزاك الله خير. الله يكرمك. خذوا الكلمة. نعم. الأخ ناصر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا تفضل. مرحبتين أستاذي. معك ناصر محمود. أخي الفضل حبيت أتكلم بخصوص الكلمة وتأثيرها على الإنسان. فأنا من الناس اللي أثرت فيها كلمة وغيرت مجرى حياتي. كنت أشتغل في وظيفة ونتيجة نصيحة إنسان بكلمة واحدة غيرت لي مجرى حياتي إلى صاحب شركات الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. وهذه النصيحة صرت أطبقها على أصدقائي. فكل من يستشيرني أو يسألني أقدم له نفس النصيحة اللي نصحت لي وفعلا تغير 3 من أصحابي وأصبحوا من أصحاب الشركات برضو. طب انصحنا أخ ناصر. لا بفضل الله أولا وأخيرا هي ولكن تأثير كلمة حتى أخذتها من أخ نصراني يعني ليس مسلم. نعم. خذ الحكمة. نعم بالضبط هي كانت حكمة غيرت مجرى حياتي. كنت أقوم بأعمال بزنس صغيرة ويعني نصحني إنه هذه الطريقة خطأ فإذا قمت بطريقة أخرى فهي تعود عليك بطريقة أفضل. فالكلمة هذه الذي نصحني بها هي التي غيرت مجرى حياتي حتى أصبحت الحمد لله من أصحاب الشركات. فأحب لكل مسلمين
أن يسمعوا هذه النصائح وتأثير الكلمة خصوصا في الأعمال الحرة أو الأعمال جميعها، لأنها لها تأثير عالي جدا على الإنتاج. بارك الله فيك. ناس كثيرون لهم معلومات يسمعونها في السوق أو في الحياة ولا يلقون لها بالا، وقد تكون هي مدخل رزق وهي دخل للإنسان، أو يعني تكون له يعني رزقة كبيرة. هذه قيمة المعلومة، فهناك من يفكر في الكلمة الذي يسمعها. بارك الله فيك أخ ناصر، وصلتنا رسالتك، ولكن لم تقل لنا هذه النصيحة لأننا نود أن نكون من أصحاب الشركات. أنت بخيل علينا أخ ناصر. بارك الله فيك. أخ أبو عبد النور من السعودية، السلام عليكم. السعودية اتصال هاتفي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ أبو عبد المؤمن، مرحبا بك. والله نحب نبلغكم محبتنا لكم في الله وللقائمين على البرنامج، من سمو الأمير إلى الدكتور والجميع. بارك الله، بارك الله فيك. تقصد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. هي تعليق بسيط الشهر. وسؤالين لو تكرمت يا سعادة الدكتور. تفضل. تفضل. أولا نقول بالنسبة للتعليق نمتدح فيك ونغبطك على الأناقة اللي بنراها فيك في كل حلقة، ونتمنى أن تكون مثال جميع المسلمين في العالم العربي والأجنبي والإسلامي. سؤالي بخصوص التهديد والوعيد اللي ينطلق من بعض الألسنة، إذا كان على حق أو بغير واقع أو غير صدق، فهل يعتبر من الكلمة المأخوذة على الإنسان؟ طيب السؤال الثاني. نعم. بخصوص الكذب في الحديث اللي رويته سعادتكم في يوم القيامة، فهل في مقدرة للإنسان أن يكذب وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ وهل الكذب هذا مأخوذ عليه في خلال الحساب؟ طيب بارك الله فيك. أخ الهاشمي من السعودية، السلام عليكم. أيوة. مرحبا بك، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا دكتور عبد الخافي. نعم. أخ هاشمي، أخفض صوت المذياع بعض الشيء لو سمحت. بعض الشيء. يشهد الله أن احنا نحبكم في الله يا أخي. أحبكم الله الأخ الثاني، بارك الله فيك أخي الكريم. أولا يعني هل لكم يعني أشرف الكاسيت في السوق يعني تباع؟ هذا أولا. طيب وثانيا؟ ثانيا نسأل الدكتور عبد، يعني هل يجوز للرجل أن يجامل الزوجة يعني بكلمة هل أنت طيبة هل أنت جميلة، وحتى ولو كان هذه السمات فيها يعني لو ما كانت من يجامل الزوجة بالكلمة الطيبة حتى لو ما يعتبر الكذب يعني، وهل يجوز الكذب على الزوجة لتجنب المشاكل؟ طيب بارك الله فيك. يلا بارك الله فيك. يا أخ غسان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك، تفضل. إذا سمحت في عندي سؤال واحد بس، وأرجو من الشيخ أنه ينوع عليه، اللي هي كلمة الحق التي يراد بها باطل. نعم. وهذه الكلمة اليوم صارت في مجتمعنا ما أكثرها يعني، فأرجو التنويه إليها إذا سمحت. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. نجيب على بعض هذه الأسئلة ثم نتلقى إذا تفضل. الأخت أم يوسف تثير قضية ضخمة، يا الناس يوم القيامة ستتحدث اللغة العربية الفصحى. هذا كلام سوف نشرحه إن شاء الله في موضوع برنامج الوعد الحق في رمضان إن شاء الله. بمناسبة الكلام سيكون عربيا فصيحا إن شاء الله. ربنا يسر، سوف نتحدث في هذا رمضان إن شاء الله. المهم أن نتحدث بالحق بأمر الله تبارك وتعالى، نحسبك على هذا الشيء. شكرا للأخ ناصر على المداخلة التي دخلت البرنامج بها وعلى النصائح، وما أنك بخلت علينا بالنصيحة يعني. الأخ أبو عبد المؤمن من السعودية يمتدح الأناقة لفضيلتكم التي تبارك الله خير، الله يبارك فيك. وهل التهديد والوعيد إذا خرج من الإنسان يؤخذ عليه حضرتك؟ التهديد والوعيد إذا كان في باطل يؤخذ عليه، إذا كان في باطل، إذا كان في باطل. أما إذا كان في حق يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن يظلم يعني يجوز له أن يعبر عن نفسه، يعني إحنا مش هنكتب الناس أيضا،
يا اخي الناس تعبر عن نفسها شوي شوي في الحق في حق الا من ظلم لا الا من ظلم تمام لا يجب ان يكون في الحق واذا كان ظالما ويهدد ويتوعد لا لا يعني سوف يرزق بمن هو اظلم هذا يقينا اه طبعا لابد في الدنيا سبحان الله لازم قصاص لازم قصاص سبحان الله او ده على مستوى مش على الفرد فقط على مستوى الدول هو واقع انذن يعني لا محال يعني بعض الدول التي لا تدين دين الاسلام كان يبقيها العدل بدا العدل يتبخر من عندها فسوف تاتي لها مصائب تترى لان العدل يغيب العدل ينزل عقاب السماء اذا بلا فرعون انه طغى مش انه كفر لا انه طغى لان الخلق عيال الله فانت لما تظلم عيال الله لا خلاص تتدخل السماء عندما تبخر العدل وهذا ننبه العقلاء اللي عندما نجتمع معهم في مؤتمرات في الغرب قصة قصة عدل وليس قصة كفر أو إيمان لا 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 الكفر هذا علاقة بين العبد وبين ربه لكن ابن تيمية مقولته العظيمة أن الله ينصر أن الله ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة ويهزم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة فالعدل أساس الملك لا تبقى الدولة كبيرة إلا إذا كانت عادلة عندما يتبخر العدل منها تضمحل هذا استقراء الزمن سبحان الله هذه قواعد هذه سنن الله في خلقه ولا مناص عنها لا 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 هذه سنن الله سنن الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ابدا ابدا هذا استقراء التاريخ وانا يعني من اعشق التاريخ واستقرئه وانظر اليه وهذه وقائع ثابته صحيح نعم فيما ذكرتم العبد الذي أخرجه الله تبارك وتعالى من النار وكذب هل يجوز الكذب بين يدي الله سبحانه وتعالى كذب طول حياته أساسا في العمل يعني كما قال أحد العلماء نحن أعربنا في القول ولحنا في العمل يا ليتنا لحنا في القول وأعربنا العمل يعني كده اللحن طلع في العمل مصيبة هو سؤال هل يعني يتجرأ العبد على الكذب بينه هو ما زال سبحان الله العظيم للأسف الشديد حتى هذه اللحظة يعني. هو ده نشرحها كيف نجرؤ إلى هذه الدرجة يعني إن شاء الله بإذن الله سوف يأتي شرحها بإذن الله في الوعد الحق إن شاء الله في رمضان إن شاء الله بإذن الله فيك الأخ الهاشمي تتساءل عن أشرطة الشيخ عمر عبد الكافي تلفزيون الشارقة بمشيئة الله تبارك وتعالى اعتزم طباعة هذا البرنامج هذا ديننا على شرائط فيديو كاسيت وسيديهات وشرائط كاسيت للسيارة وسيخرج قريبا إن شاء الله وتلك بشرى نزوفها لكم جميعا بأسعار زهيدة وبسعر التكلفة إن شاء الله رب العالمين وسوف نعلن عن كيفية التواصل مع إدارة التلفاز للحصول على هذا البرنامج هذا ديننا لفضيلة الشيخ عمر عبد الكافي بارك الله فيكم وفيك بارك هل يجامل زوجته ولا سيما إذا كانت لا هذا كذب مباح هذا من ضمن المواقف التي يكذب الإنسان فيها ولا يحاسب على أنه كذاب وإن كانت لا تستحق يقول أنت جميلة لا لا ما شاء الله أنت زي الخمر ما شاء الله وجودك في البيت بركة الطعام لا يؤكل يا كل لو ما شاء الله ما رأيت طعاما أجمل من هذا هو استعيذ بالله من الشيطان يعني كده لكن هذا كلام طيب يا أخي أنت تقول سبحان الله أن الإسلام يعني ليس فيه مزاح ده أبو حنيفة رضي الله عنه يسأله رجل قال يا إمام إذا يعني خلعت ثيابي على الشاطئ الشط ودخلت لأغتسل في نهر الفرات وجهي في الاغتسال إلى القبلة أم عكس القبلة قال وجهك إلى ثيابك كي لا تسرق بس أنت ما أنت القبلة مش كده أسئلة سبحان الله والإمام الشعبي يقول له علمني الوضوء فقال جاء إلى الموضوع الله قال خلي لحيتك بالماء يعني قال فإن لم تبتل أبو الشاب قال انقعها من الليل انقعها في الماء كده يعني زي الفاصوليا الناشفه كده حتى تمتد ما يعمل الرجل يعني سبحان الله اهل هذه الدعابه وتلك الطرف وهكذا يعني. كانت حياتي سبحان الله العظيم نعم كلمه اخيره الاخ غسان ونختم بها البرنامج ان شاء الله عن كلمه الحق التي يراد بها باطلا والعياذ بالله رب العالمين هذه كثيره في مجتمعنا وهذا إنسان يحاسب يوم القيامة حسابا عسيرا على أن يقول حقا ظاهريا ولكنه يريد أن يضرب بها باطل كما قلنا في الأسبوع الماضي دنلوب الذي وضع مناهج التعليم كان يقول كلام حق ولكن كان يريد باطلا وهذه في مجتمعاتنا كثيرة مثلا يريد أن يمتدح إنسانا لمكانته الاجتماعية وهو يقول كلاما ظاهره
صدق، ولكن هو باطنه أن يريد أن يتقرب من الرجل. وهذه في مجتمعاتنا والعياذ بالله رب العالمين للأسف الشديد. يعني شوف لو أدركنا قيمة الكلمة سبحان الله، يعني أحد الناس عاب على أحد العلماء أن يقول لأمير المؤمنين ابنك المهدي، وعن ابنه اسمه المهدي. قال كيف هذا؟ رجل لا يتقي الله كيف تقول المهدي واسمه؟ قال كلنا ولدنا في المهد، يعني مهدي من النسب الى المهد، يعني مهدي زي خليجي مصري ليس مهدي من الهدى، من الهدى وانما من المهد، فنسب من باب النسب في الصرف انه 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 الى المهد حتى لا يكون كاذبا امام الله. نعم، فانظر الى الى الى, إلى صدق الكامل. واخر كلمه ابو هريره عندما قال له الرجل اصلي بعد صلاه الصبح؟ قال صلي بعد شروق الشمس. قال اصلي بعد صلاه الصبح؟ قال صلي بعد شروق الشمس. قال الرجل يا ابا هريره قل له لا يصلي لان يعني وقت قراءه. قال اردت أن تدخلني في دائرة قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يا سلام، هذه دقة يا سلام. الكلمة. دقة الكلمة يا سلام. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ وعلى أمل اللقاء بفضيلتكم في الأسبوع القادم إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية، بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى حلقة جديدة وهذا ديننا. أشكر حضراتكم جميعا وباسمكم أشكر ضيفي الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولغيرهم مني البراء، ولغيرهم مني البراء.